هيعدوا ال 100 حوالي 10 مجموعات. انا عندي مجموعات على الواتساب وبستخدمها يعني ساعات مثلا لو مثلا لو هوايه بعمل مجموعه هوايه ان انا بحبها. عندي جروبات ما بيني ما بين اخواتي الولاد والبنات. هو حاليا في الفتره دي انا ثانويه عامه، فبالنسبه لي جروبات طبعا كلها دراسه ومدرسين بقى وكده وحاجات طبعا ليها علاقه بالدراسه بس. لا في شخصيه وفي مجموعات جروبات. طبعا مهم لان بتخلي فيه كوميونيكيشن بين الناس وبعضها، كمان لو طلاب بالذات فبيخلي فيه تواصل ومساعده بين كل طالب وطالب. لا انا بستعمله في شغلي بس، وممكن جروب فيه يعني مثلا مش جروب بقى، ممكن العيله كزوجه والاولاد وكلام ده. بعض الحاجات يعني مش مهمه، ده اللي مش مهم مش مهم، اما حق العائله لا والله مهمه. لا 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 دي نافعه جدا. اولا انا بعرف عنها كل حاجه، بعرف عن بلدي كل حاجه. ممكن نستغنى عنه؟ ما اعتقدش. الواتساب يعني ده من ضمن السوشيال ميديا مهم جدا، يعني انت ممكن ما يكونش معاك مكالمات ومعاك نت. ما اعتقدش ان احنا نقدر نستغنى عنها. والله ممكن، يعني احنا كنا عايشين من غيرها قبل ما النت والبتاع. لا ما اقدرش ما اقدرش، بعرف بلدي واخبار بلدي من خلاله. بالنسبه لي انا كله شغال، مفيش مشكله خالص. لا ممكن في جروبس ممكن استغنى عنها، لكن صحابي وكده لا. عندي حوالي 12 مجموعة تقريبا. مثلا دول 24 جروب. 3 4 10 11 12 13 14. عندي مجموعة حول كده 20 مجموعة تعينها.